السابع سبتمبر استقبلت المحكمة الدستورية 5 طعون تقدم بها راغبون في الترشح، من بين 13 رفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تواصل أفواج العمل بالمحكمة الدستورية دراسة كل الملفات المودعة لديها للتحقق منها ودراسة استمارات الاكتتاب والتدقيق فيها في أجل أقصاه 7 أيام قبل الإعلان رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة. بالرجوع إلى حصيلة الطعون المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، هي 5 طعون، حيث تم إيداع طعن يوم الأحد 28 جويلية 2024. سيتم دراسة هذا الملف مثله مثل باقي الملفات المودعة من طرف الراغبين في الترشح الذين رفضت ملفات ترشح من قبل السلطة. وللعلم فإن كل الراغبين في الترشح الذين تم اعتمادهم سواء المترشحين أو الراغبين في الترشح سواء الذين تم اعتمادهم في القائمة الأولية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو الذين رفضت ملفات ترشحهم، قد تم تبليغهم بقرارات. هذه القرارات هي قرارات فردية مع محاضر التبليغ تم فيها تحديد تاريخ وساعة التبليغ.